السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، وخير اللفانة ولفاكم وشر تعدانا وتعداكم، ويجمعنا صباح جديد وياكم على بداية أسبوع جديد متطلع للأمام ولتحقيق الأحلام، وعساكم على القوة إن شاء الله. ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات الصباح رباح، واللي يسعدنا فيها التواصل معاكم عبر المواضيع والفقرات المنوعة. ويا هلا يا نور. أهلين يا حصة، صباح بداية أسبوع طيبة للجميع. صباحنا ما يكمل إلا وياكم في برنامجكم الصباح رباح مع مواضيعنا المتنوعة واللي تمكن بيتك طري، وأيضا ما ننسى فقراتنا الخارجية واللي اليوم مع أخوي محمد الشهراني من فندق الماريوت ونتائج مسابقة الإبداع العلمي، وأيضا أخوي غانم العلي من مركز شباب سميسمة اللي عرفنا على معرض كشت الرابع للرحلات. عندنا ايضا في الاستديو بنتشرف بحضور الدكتوره وفاء اليزيدي وايضا الاستاذه منال مسلم، حياكم الله. والحين وطبعا استاذه منال بتي بعد شوي ان شاء الله نتشرف بشوفتها. وبدايه مشاهدينا كعادتنا اليوميه المعتاده من سوق واقف وعطر الماضي العتيق. بدايتنا مشاهدينا هالصباح الجميل بنبتدي بها تحت شعار الكرامة الإنسانية لملتقى الخدمات الإنسانية، حيث احتفلت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك باليوم العالمي للصحة النفسية أمس بالحي الثقافي كتارة، تحت رعاية وحضور سعادة سيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة، وبحضور الشيخ ثاني بن عبد الله رئيس مجلس إدارة وياك، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من الشخصيات العامة والمختصين بالصحة النفسية من داخل قطر وخارجها. وشاركت في هذه الاحتفالية أيضا العديد من المؤسسات والجهات كالحي الثقافي كتارة، وأيضا قناة الريان وسبيتار وجامعة قطر وحمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وغيرها من الجهات الراعية، واللي قدمت عدد من الأنشطة الثقافية شارك فيها عدد من النجوم الإعلاميين والرياضيين والمختصين النفسيين، ويعطيهم العافية. أكيد يعطيهم ألف عافية. ومشاهدينا أيضا يقام في فندق الماريوت ماركيز حفل الإعلان عن نتائج مسابقة جائزة برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية للإبداع الإعلامي، وبتم من خلال هذا اليوم عن إعلان عن المدارس الفائزة بأفضل تقرير مصور من إنتاج طلبتهم الإعلاميين الناشئين للمراكز الثلاث. والمزيد مع أخوي محمد الشهراني، تفضل يا محمد.
يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير. متواجدين في فندق الماريت لنقل لكم نتائج جائزة الإبداع الإعلامي لبرنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية. للحديث أكثر عن هذه الجائزة ونتائجها معنا الأستاذ جابر بن شافع، رئيس العلاقات الدولية في مركز الدوحة لحرية الإعلام. يا هلا ومرحبا فيك أبو شافع، وصبحك الله بالخير. صباح النور، حياكم الله في هذا المهرجان اللي هو داعم للمدارس وخاصة في مجال التربية الإعلامية. الله يعطيكم العافية. أستاذ جابر، بشكل عام لا تتحدثنا عن الجائزة والنتائج اللي بتوزع اليوم. طبعا هذه الجائزة هي النسخة الثالثة. احنا سنويا كان عندنا احتفالية هي للمدارس، خاصة في المدارس لمحو الأمية الإعلامية. وهذا برنامج في المركز اسمه برنامج التربية الإعلامية، هو برنامج الأول على مستوى الشرق الأوسط. احنا وصلنا للنسخة الثالثة، وطبعا معانا 61 مدرسة مشاركة في هالمهرجان، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ونشر التربية الإعلامية على مستوى المحلي ومستوى ان شاء الله الإقليمي بعد. شيء طيب، جهود واضحة من مركز الدوحة لحرية الإعلام. ايضا استاذ جابر، مشاركة المدارس تختلف عن النسخ اللي قبل، شلون كان الإقبال عليه؟ طبعا احنا كمشاركة سابقا كان في الجوائز كانت تتوزع على اكثر من فئة، فكان في عبء علينا وعبء حتى على المدارس، بس حاليا احنا كانت التركيز صار على المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه او الاعداديه والمرحله الثانويه، وتوزيع الجوائز تكون على الاول والثاني والثالث فقط. اول كان في جائزه للافضل تقرير وافضل، لا الحين حاليا بس هو افضل فيلم. طبعا الجائزه بيكون المدرسه اللي ماخذه الجائزه الاولى حيكون في تكريم للطلاب وفي تكريم ودرع للمدرسة وشهادات تقدير للطلاب، والثاني والثالث بيكون في طبعا هو تكريم للمدرسة، يعني ما بيكون تكريم شخصي للطلاب. وبالنسبة طبعا مثل ما قلت لك، احنا بدينا في النسخة الأولى ووصلنا للنسخة الثالثة. طبعا نتمنى أن يكون سلبياتنا القديمة يعني صارت إيجابيات، ونتمنى إن شاء الله يكون المهرجان من أفضل الأفضل. بالعكس، الله يعطيكم العافيه يا رب. انزين، في السنوات المقبله طبعا اكيد راح يكون في هناك ايجابيات سلبيات وعلى حسب ما ترون انتم، ولكن في نظركم ايش اللي تحتاج المدارس من ناحيه التطوير الاعلامي ومحو الاميه الاعلاميه؟ طبعا انت لما تتحدث عن برنامج جديد على مستوى الساحه خاصه المحليه، فهذا انت قاعد تبث شيء جديد على خاصه النشء، فهو صعوبات احنا لو واجهناها من بدايات المهرجان الاول، بس ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله انه يكون في المستقبل في مشاركات اكبر من مؤسسات، من جمعيات، من مدارس خارج قطر، ويكون الفعاليه اكبر واكبر ويكون لها بصمه ان شاء الله على مستوى قطر ومستوى الخليج. بالعكس، الله يعطيكم العافيه. مشاركه المدارس هالسنه كان فقط على مقاطع الفيديو ولا في اشياء ثانيه كانوا هم يسوون؟ هي مشاركه المدارس هو فيديو متخصص، طبعا كل مدرسه لها حريه الاختيار الفيديو، اوكي، فتاخذ يكون في هناك مقطع للفيديو ويكون هناك مسؤول على المقطع ويكون هناك مشرف من المدرسه، وطبعا عندهم حريه الاختيار، ويكون فيلم مفيد للطلاب وللمدارس. طبعا قبل هالبرنامج في برنامج تدريبي لهم ولا فقط المشاركه بعدين هم اللي يقدمون لهم؟ طبعا احنا هناك في منهج خاص من اليونسكو معتمد من اليونسكو، منهج احنا عندنا منهج من اليونسكو معتمد باللغه العربيه في تدريب المدرسين. فالمدارس هذه مش اول مره شاركت معنا في يعني في المرحله الاولى وفي المهرجان الثاني، فهي عندها مثل ما تقول اكسبيرينس او عندها خبره على المشاركه في هالفعاليه. الله يعطيكم العافيه، كلمه اخيره توجهها للمدارس ايضا اولياء الامور من ناحيه الاهتمام في الامور الاعلاميه، كون احنا نفتقد هالشيء او العنصر في دوله قطر. اكيد احنا حاليا يعني في عصر احنا كان وصلت الاعلام كان من سلطه رابعه صار الى سلطه اولى، فالاعلام هو حاليا هو مثل ما تقول نواة المجتمع. فأنت لما تبي تحارب الجهل تبي تحارب فهو عن طريق الإعلام. حتى الوعي احنا حاليا في مشاكل كثيرة خاصة من سبب الإعلام، فمحو الأمية والتربية الإعلامية حساد يعني بتساعد النشء انهم يكون يعطيهم مثل ما اقول خبرة كبيرة عن مستوى الإعلام اللي هو تأثيره الحين على المستوى المحلي او المستوى العالمي من اكبر الوسائل اللي تعمل تأثير على المجتمع. الله يعطيكم العافية أستاذ جابر بن شافع، رئيس العلاقات الدولية في مركز الدوحة لحرية الإعلام، شاكرين لك وقتك والله يعطيكم العافية. الله يطول بعمرك، شكرا على حضوركم. العفو. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا كان نهاية هذا اللقاء مع الأستاذ جابر بن شافع، كنت معكم في فندق الماريت للحديث عن جائزة الإبداع الإعلامي لبرنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية. كل التوفيق لأبنائنا الطلاب والله يعطيكم العافية.
شكرا اخوي محمد على هالتغطية، والف مبروك للفائزين المبدعين. وايضا عندنا نرحب مره ثانيه بضيفاتنا طبعا الدكتوره وفاء اليزيدي مدير اداره التاهيل الطبي بمؤسسه حمد الطبيه، ومنال المسلم خبير التثقيف الصحي بمؤسسه حمد الطبيه. يا هلا ومرحبا فيكم وشرفتونا بتواجدكم معنا اليوم. يا هلا ومرحبتين. اذا كذي احنا يعني في قالب واحد، قالب الصحه، واذا يعني بنبتدي سؤالنا ولا تهون الدكتوره بسال الاستاذه منال، لو بنسال عن يعني رغم الوعي الطبي يعني الموجود او على ان الوعي الطبي الموجود، كيف تشوفين مساله التعايش الايجابي لتقبل اللي هم المرضى، سواء يعني بشكل عام مرضى او حتى يعني مرضى السكر اذا كان في مجالك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قصدك ان تقبل المرضى الايجابي او كيفيه التعايش مع الامراض المزمنه، مع المرض نفسه، اي مرض مزمن بالضبط يتطلب لاستراتيجيه تعايش، على اساس ان استراتيجيه التعايش هذه ما تعرضها لاي مضاعفات او لا سمح الله تؤدي الى مثلا المريض يدخل في حالات نفسيه متطوره بسبب تعايشه السلبي مع المرض، إهمال المرض، عدم يعني تعرفين ان تقيد الشخص بشيء معين دخيل عليه اللي هو نعتبر مثلا مرض السكر او مرض الكوليسترول او مرض القلب المزمن او امراض السرطانات، هذا يتطلب استراتيجيه معينه من المريض ومن الكادر الصحي الدربة عليه على أساس أنه يستطيع أنه يتعايش مع هذا المرض. المريض من وين بيجيب هالاستراتيجية؟ طبعاً هذا يعني الكادر الصحي بتعاون كفريق، سواء من طبيب أو مثقف صحي أو ممرضة أو أخصائي مثلاً صيدلة دوائية، أي فريق صحي يتعامل. مثلاً نقول لو جينا على مريض السكر نوضح الفكرة للمشاهدين، العناية بمرض السكري ما تكون من طرف واحد، من طرف الطبيب. صحيح. مثل ما هو المتعارف عليه ان المريض المفروض يزور عيادة الطبيب فقط ويتوجه بعدها للصيدلية لاخذ الدواء. لا، العناية بمريض السكر تطلب فريق، مجهود فريق كامل من اخصائي، من الطبيب الاخصائي، اخصائي التثقيف الصحي، اخصائي التغذية، واخصائي الصيدلاني المتخصص. نعم. في مرض السكري والاخصائي النفسي. زين، عند هالنقطه يعني هناك دورات تقام للجميع؟ صحيح، هناك دورات تثقيفيه وتوعويه تقام للجميع، ايضا في دورات جماعيه وفي دورات فرديه. والحمد لله احنا مؤسسه حمد الطبيه، انا كنت في زياره في فتره العيد، أدخلنا أول دولة عربية تدخل برنامج ديزمون تثقيفي، هو برنامج معتمد دوليا. حلو. وكانت الدولة الوحيدة قطر، يعني رفعنا علمها بين جميع الدول ال 21 المشاركة هي دولة قطر. تكلمينا عن هالبرنامج. هو برنامج تثقيفي جماعي موجه لمرضى السكر من النوع الثاني، يعتمد على تعريف المريض السكري كيفية التعايش مع المرض. طبعا هو معتمد عالميا ولا أبحاث أثبتت نجاح هذا البرنامج وفعاليته في المجتمعات. احنا طبعا اول ما كانت هذه اول زياره لنا، احنا صلنا سنتين نشتغل على البرنامج، قدمت انا بروبوزل او ما استحضر معنا بروبوزل بالعربي، مقترح ان ندخل هذا البرنامج، لانه يعتبر من البرامج الاولى في التثقيف الصحي الناجحه في على مستوى العالم. ورحت انا بزياره مع فريق كامل لندن وجامعه ليستر هناك، وتعرفنا على البرنامج وحضرنا البرنامج لمده اسبوع، كيفيه انه القاء وكيف تجاوب المرضى، وحاولنا ندخل عليه تغييرات تناسب. نعم. البيئة القطرية. نعم. والمجتمع القطري. نعم. طيب، يعني احنا من هذه البرامج، برامج التثقيف دكتورة وفاء، الى برامج التأهيل الحالية في الموجودة حاليا في حمد الطبية، يا ريت لو تكلمينا عنها. طبعا برنامج التأهيل هو برنامج مستحدث عالميا، اول ما انشأ او حدث في العالم هو في 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، عندما لقوا في روسيا أن الجنود بعد العمليات والعمليات الجراحية وكل شيء المصابين ما زالوا يحتاجون إلى أن يرجعون يتعايشون في مجتمعاتهم، في منزلهم، بين أسرهم. فأنشأ هناك طب التأهيل. طب التأهيل هو أخذ المريض من المستشفى وإرجاعه إلى المجتمع للتعايش. فإحنا نعيش مع المريض داخل البيت. احنا ما في مريض من مؤسسه حمد اصلا ينتقل للبيت الا لازم نروح نكشف على البيت. نعم. نشوف البيت يستوعبه قبل حتى هذا. من اي ناحيه دكتوره يستوعب البيت؟ حتى البيت بالتأثيث، الاثاث، نغير يعني الاثاث، في اجراءات معينه تقوموا فيها قبل نقل المريض للبيت؟ اكيد، ما في ولا مريض يطلع من مؤسسه حمد قبل ما احنا نجتمع اول اسبوع مع عائلته، اذا في عدم حضور عائلته احد قريب له،
وفي درجة العمالة مع الشركة المسؤولة عنا، نجتمع ونحط أهدافنا. في عندنا أهداف قصيرة المدى وأهداف طويلة المدى، نشرح فيها بأن هذا المريض ما راح يستمر معنا على طول، هذا لازم يرجع يتعايش مرة ثانية في مجتمعه. فأول 10 أيام بعد 10 يوم نبتدي بزيارة المنزل أو مكان ما يعيش فيه المريض، نبتدي بوصف المكان على حسب الحالة. فإذا كان الشخص بينتهي عنا على كرسي متحرك فلازم تأثيث البيت بطريقة يقدر هو يتحرك فيها يتناسب معه. إذا كان طبعا مريض اللي هو كوجنيتيف فقدان في الوعي، لازم نحن ما نحط أشياء حادة فنشيل الأشياء الحادة، حمامات قياساتها دبليو سي الله يكرمكم بعد قياساتها كلها تختلف بهذا الشخص. إحنا نقدم تقرير كامل، الشركة إذا كان عامل الشركة ملتزمة ما نطلع المريض إلا لما الشركة تسوي لنا كامل ونروح نفحصها مرة ثانية البيت. وإذا كانت الأسر ففي هناك دعم من وزارة الشؤون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكل الأسر أن هي تتبناهم أن تسوي لهم كل التغييرات الموجودة في المنزل. بخلاف هذا حتى الأدوات والأجهزة الطبية اللي يحتاجها المريض إحنا ننقلها. اللي يواجهنا كثير هو طلبة الجامعات، نسبة الحوادث عندنا عالية. ففي هي طبعا البيك أعلى مدى للحوادث هو ما بين 19 إلى 29 سنة، فنلاقي إن هذول كلهم في فترة مدارس أو في فترة جامعة. فإحنا ننتقل حتى للجامعة، نتناقش مع المسؤولين في الجامعة أن يغيرون لبرنامج الدراسة، إحنا ما نبي أي واحد يعطل في حياته نتيجة حدث. معناته يعني أنتم محتاجين حتى أن تدخلون في النفسيات دكتورة؟ نعم، إحنا حتى عندنا سايكولوجيست هو يتدخل معنا في النفسيات. احنا نمسك كل يعني احنا عندنا حتى رئاسة لجنة دمج الطلبة في المدارس مستقلة من دخولهم حتى في المدارس. هذا مش ناتجين عن حوادث، هذا الإعاقات منذ الولادة. هذا الطلبة احنا نعمل الحين فتحنا مركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، وهو مركز الثمامة اسمه مركز رؤى موجود في منطقة الثمامة، يعمل على تقليم كل الطلبة المستجدين قبل دخولهم المدارس المستقلة. حلو. نقول هذا التقرير لازم يكيف الفصل بالطريقة هذه، المعلمة تكون على دراية بهالشيء، كل موظفين مؤسسة حمد اللي كانوا معنا في العيادات انتقلوا هناك ويديرون العيادات بهذا الشيء. إنزين ضيفاتنا بنستكمل حوارنا، حوارنا وايد شيق، ولكن خلونا مع فقرات أخرى وأيضا مواضيع أخرى، ولكن بعد الفاصل خلكم معنا. موسيقى
حياكم الله مجددا مشاهدينا، شفنا معاكم تداولات بورصة قطر ليوم الخميس الماضي، والآن خلونا ناخذ هذه الجولة السريعة اليومية على أبرز عناوين صحفنا المحلية. مشاهدينا ومستمعينا، عندنا الجريدة الأولى وهي جريدة الوطن، والخبر الأول يقول شعار اليوم الوطني لسنة 2015 هداتنا يفرح بها كل المغبون، واللي أعلنت عنه اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني. طبعا هذا كله الاحتفالات اليوم الوطني لعام 2015، واختاروا بيت شعر هداتنا يفرح بها كل المغبون، هو بيت شعر من إحدى قصائد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه. وعندنا الخبر الثاني في متابعات الوطن، في افتتاح معرض تصوير فني بمقر اليونسكو وزيرة الثقافة، جهود صاحبة السمو في علم طفلا بدأت تؤتي ثمارها، قطر على قناعة بأهمية التعليم في مواجهة التحديات. وعندنا أيضا في متابعات الوطن الخبر الثالث، بمشاركة 19 شركة محلية، العلي يفتتح معرض كشتة 4 بسميسمة، ويصرح أن هناك مراكز للشباب والفتيات في معيذر والشحانية والريان والشمال قريبا. بتكون لنا تغطية بعد شوي مع نديبنا غانم العلي إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا الخبر الرابع والأخير في الوطن والمواطن من جريدة الوطن، ضمن فعاليات اكتشف المدينة لعام 2015 تسع جامعات تتعرف على برامج المدينة التعليمية. نعم. إذن أنا أخبارك، أنا أخباري من جريدة العرب. في أول خبر، خطة لتعزيز السلامة المرورية حول المدارس وأشغال، تقول أن هناك في تنسيق مع أولياء الأمور بشأن التحويلات. طبعا هذا التنسيق عبر المدارس اللي حواليها التحويلات المرورية، والمدارس هي تتصل بأولياء الأمور. عندنا الخبر الثاني أيضا من جريدة العرب، قطر تستضيف أولمبياد الروبوت العالمي 6 نوفمبر بمشاركة 3000 طالب يمثلون 55 دولة، وخبر يعني يستحق المرور بين سطوره. عندنا أيضا هذا الخبر، وهو في ختام معرض الرياضيات حياتنا بجامعة قطر، الدكتور الحمادي يؤكد على تشجيع الطلبة على دراسة العلوم والهندسة. وخبرنا الأخير في جريدة العرب، في العرب الاقتصادي، استكمال الربط الآلي بين جمركي بوسمرة وسلوى وتفعيل فرق العمل المشتركة القطرية السعودية. هذا أخباري. وأنا حين مشاهدين ومستمعين، عندي جريدة الرأي والخبر الأول، بهدف تأطير المواهب الفنية وتثقيفها برنامجان جديدان للشباب للفنون، الإبداع الثقافي يفتتح باب التسجيل للمتطوعين الجدد. عندنا الخبر الثاني في الرأي الاقتصادية، رغم تراجع أسعار النفط كيو ام بي، نمو الاقتصاد يتسارع في الربع الثاني، القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو بحصة 61.7%. عندي أيضا الخبر الثالث في الرأي الاقتصادية، شملت الفردان للسيارات وصالح المانع وكالات سيارات تنضم لتنفيذ الإجراءات الجديدة للضمان. وعندنا الخبر الرابع والأخير في الرأي الاقتصادية أيضا، الغرفة استضافت لقاء ونظمت زيارات ميدانية، منظمة أصحاب الأعمال الدولية تشيد بأوضاع العمالة في قطر. هذه كانت أخبارنا من الراية. وفي جريدة الشرق خبرها الأول، استئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري نوفمبر المقبل، وتم إطالة الموسم لسبعة أشهر متواصلة بهدف زيادة الإنتاج المحلي. أذكر يا أنت يا زميلة حنان سكرت الموسم العام صح؟ صحيح حنان كانت. عندنا أيضا في محليات جريدة الشرق، عندنا أيادي الخير تستعرض أهدافها وخططها التعليمية وإطلاق مشاريع خيرية تنموية مشتركة بين روتا والأمم المتحدة، وهذا جاء من خلال المشاركة في جلسات الدورة 70 لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. والخبر ما قبل الأخير في جريدة الشرق، هو تجديد شامل لسبعة فروع للميرة، وطرح مناقصة لتجديد 10 فروع أخرى قريبا، وتسعى الميرة لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء الدولة. أمس كنت في حديث مع بعض الصديقات أن يعني الميرة يعني نقلة من إلى، نقلة كبيرة. نعم.
وخبرنا الأخير في ملاعب قطرية سلة الأولمبياد العسكري عنابية، ورجالنا سطروا ملحمة المجد. كل التوفيق والف مبروك. الحين ايش عندنا حصة؟ نرجع لحوارنا مع ضيفاتنا. احلى شيء احلى شيء. انزين استاذة، احنا بغينا نتكلم، تكلمنا عن الخدمات اللي تقدمونها لفئة من المرضى، لكن خلينا نتكلم عن هذه الفئة. انت قلتي مقعدين وقلتي الولادة مع إعاقة. نعم. انزين ايضا الفئات الاخرى؟ هو طبعا لما نصنف احنا المعاقين نصنفهم الى تصنيفين رئيسيين. نعم. اللي هو إعاقات منذ الولادة وإعاقات مكتسبة، اللي من الولادة اللي ولدوا مع إعاقة. وهذولا هم بالنسبة لهم الأطفال أجمل تعايشاً، لأنهم ونولدوا على بالطريقة نفسها، ولكن للأسر يكون عليهم ضغوطات نفسية، لأن من البداية يكون الضغط الكامل على الأسرة. ولكن في الإعاقات المكتسبة اللي حدث حصل في فترة من الزمان، أما مثل ما الأستاذة منال تكلمت، السكر ومضاعفاته ممكن يؤدي إلى جلطات دماغية، وهي طبعاً صارت منتشرة بطريقة كبيرة في العالم بأكمله، لأن صرنا إحنا ما نتحرك، صرنا ما نمشي، صرنا ما ما ما, ما في نشاط. نعم. فصار إن في ارتفاع في الكوليسترول، ارتفاع في السكري، في الضغط، فيسبب إلى جلطات. يتحول عندكم؟ تتحول عندنا في التأهيل. وإحنا نأهلهم طبعا حركيا وذهنيا والنطق واجتماعيا ونفسيا، وبعدين نوديهم للبيت ونتعايش معهم الفترة، نتأكد إنهم قادرين إن يتعايشون في البيت، ونتركهم يتعايشون مرة ثانية مع حياتهم. طيب من باب التأهيل النفسي أستاذة منال، هل العامل النفسي يعني في التعجيل بالإصابة بمرض السكري للأشخاص اللي لهم يعني عندهم وراثة مهم جدا؟ طبعا يلعب العامل النفسي. هو طبعا المتعارف عليه أن الناس يقولون أن أنا مثلا صادتني ولدي توفى أو صار لا سمح الله شيء عندي وصدمة نفسية، وبعدين جاني السكري، جاني على زعل. هو يسرع يجي على زعل. شلون؟ انه طبعا ردة فعل الجسم للضغط النفسي او الصدمة النفسية اللي صارت يحتاج انه يصير تغيير في الهرمونات حتى تستوعب هذه الصدمة النفسية. هذا التغيير في الهرمونات اللي هي افراز هرمون الادرينالين والنور ادرينالين بشكل عالي، اللي تزيد من ضربات القلب وتخلي الواحد فلاش، او انه تخلي احمرار الوجنتين، عصبيته وارتفاع صوته، هذه كلها بعامل هرمونات معينه في الجسم. واحنا طالعين على الهرمونات، مقطع كلامك، فور الدمي وفور الدمي. ايوه فور الدمي. لا 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 الله لا يفور ان شاء الله. فتفويره الدم هذه شو تسوي؟ تضعف هرمون الانسولين اللي هو الهرمون الاساسي للطاقه. فمثل هرمونات الحمل اثناء فتره الحمل، الشخص اللي عنده اصلا قابليه بالوراثه للاصابه بالسكري، كثرة تعرضه للضغوط النفسية تسرع في إصابته أو ظهور السكر بشكل أسرع. نعم. فعشان كذا دائما لو حاول الواحد يبعد عن الضغوط النفسية، خاصة إذا كان أحد الوالدين مصاب بالسكري. نعم. إما بالرياضة، إما بالاستعانة بالدين، بقراءة القرآن. في عنا يعني إحنا الحمد لله مسلمين، والكل عندنا استراتيجيات، مثلا الصلاة، الوضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا عدة استراتيجيات لاستيعاب. نعم. هذه الضغوط النفسية. سبحان تغيير الله، وسائل الوقاية موجودة. وسائل الوقاية. نعم. موجودة. نعم. زين بس أستاذة، إذا بنتكلم كيف تتعاملون مع الحالات من الأطفال؟ من الأطفال طبعا هو إصابة الطفل بالسكري مثل ما تفضلت الدكتورة، يعني هي تكون ضغط كبير على الأم والوالدين بالذات. نعم. طبعا في عندنا قسم تثقيف صحي للاطفال، وفي اخوات مدربات، وعندنا القسم بقياده الدكتوره قديره فوزيه خلف، وهي وعندهم سايكولوجيست متخصص يحضرون دورات تثقيفيه يحضرونها للاطفال واهاليهم في بدايه الاصابه، ويتابعون الحاله على مدى الاصابه لحد ما يخلص الطفل من عمر 14 سنه ينتقل عندنا احنا البالغين. ونفس الشيء نستقبل الطفل بدورات تثقيفية، الراجع شو اللي عنده، هل الحين صار في مرحلة مثلا مراهقة اختلفت احتياجاته، يبي يطلع مع ربعة الشباب، يبي يسهر، يبي يتناول طعام بحريته بدون مراقبة الوالدة اللي كانت أول عاملة عليه نوع من الرقابة. نعم. فنبي نفهم الطفل، نبدأ نفهم الطفل إن الحين هو صار شخص مسؤول عن نفسه، عنده خيارات صحية يقدر يلجأ لها. لو إن اضطر إن مثلا معزوم وما في إلا الخيار الغذائي هذا الغير صحي، ياكل منها بس بكميات قليله او بورشنز قليله على اساس انه ما يرفع له السكر بكميات عاليه. طبعا وجود الجمعيه القطريه للسكر ايضا طلع مثل مخيم البواسل ومخيمات التحدي. هذه المخيمات تساعد الاطفال اللي هم
عندهم صعوبات نفسية في تقبل المرض، في ندمجهم. قسم الأطفال عندنا الدكتورة فوزية العلي تعطي الجمعية القطرية للسكري بشكل سنوي، ترشح لهم بعض الأطفال أو المصابين عندهم اللي يعانون مثلا من صعوبات نفسية في تقبل المرض، على الأساس يشركونهم في مخيم توعوي لمدة أسبوع مع أطفال آخرين من دول أخرى ومن الدوحة بعد، بيكونون مثل عامل مساعد يشجعهم أن هذا الطفل قاعد يتعايش صحيح بطريقة سليمة وطريقة صحيحة، يعني فيصير تبادل خبرات بينهم. الصحة النفسية قاعد يرتفع، وشفنا يعني أمس كان اللي هو الاحتفال بيوم الصحة العالمي في كتارة اللي طلع، ويعني ودي أضيف هنا أن عندنا مشكلة كبيرة إحنا نعاني منها الأطباء اللي هو نسميه طب المجالس. طب المجالس قاعدي في مجلس ايه؟ عيوز فتاوي ولا شايب وفتاوي تيه كلها يعني مثلا مرض الركبة لأسباب كثيرة، العلاج في هذه الحالة تختلف عن الحالة، عيوز مرهم عطوها لأن هي مثلا عندها بتعطي مجرد فيكس. يا ريت المرهم دكتورة، عندنا الإنسولين يتغير، الإنسولين يتغير في المجالس، يعني النوع هذا يختلف عن النوع هذا. تروح عند الطبيب تقول عطني نفس انسولين رفيجتي، لا تعطيها رفيجتها قلم، بعدين تجي رفيجتها العياده خلص دواي. نعم، وهذا طب المجالس عندنا مشكله كبيره، صعب لان الناس يتاثرون باللي قراب منهم اكثر من يتاثرون بالدكتور. فاحنا اطباء التاهيل نحاول ان احنا يعني نكون من الاسر، نحس بالأسر. يمكن احنا اكثر من نصيحة، اكثر نوع من الاطباء احنا داخلين في الاسر، احنا نقضي وقت كثير في الكلام مع الاهل، فتلاقين احنا دائما احنا في رميلة، فالناس دائما يتعرفون برميلة. ايه رميلة كنا مثل عائلة، لان احنا نقعد معاهم نسولف معاهم، لان بعد معانا احنا كبار السن إدارة جمنا بعد نفس الطريقة، يتكلمون مع كبار السن يحاولون يوعونهم وكذي. وانت يعطيك العافية، يعني قبل ما تجينا البرنامج بعد كنتي مرة على مريض. إيه نعم، انا كنت مرة على مريض، كان عندي مريض الصبح. يعطيك العافية. الله يسلمك. دكتورة لو بسألك عن يعني في مجال إعادة التأهيل، يعني قاعدين نشوف انه يعني بالفعل منسوب الدعم قاعد يرتفع، وخصوصا في وجود مراكز جديدة بكفاءات قطرية. ذكرتي انها يعني ان هي تحت كفاءات قطرية، كلمينا عن هالمراكز. طبعا اول مركز ان شاء الله راح يرى النور ان شاء الله السنة الجاية، هو مركز قطر لإعادة التأهيل، قطر ريهابليتيشنز سنتر. هذا طبعا راح يكون في المدينه الطبيه، هو 9 طوابق. ساعتها الاستيعابيه راح يكون تقريبا 200 سرير، وهو راح يكون متفرد على مستوى الدول الخليجيه بانه اكبر مركز، قد يكون على الدول العربيه باكمله. نعم، اكبر مركز للتاهيل لاعاده التاهيل، يحتوي جميع البرامج العالميه. زين، بنتكلم عن الخدمات اللي يقدمها، ولكن بعد ما نروح المشاهدين ومشاهدينا بنتعرف على معرض كشت الرابع للرحلات، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. Thank you.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ونبقى بعد معاكم في الأجواء الجميلة من علوم الجو إلى هذه الأجواء الجميلة اللي ينظم فيها مركز شباب سميسمة معرض كشتة 4 للرحلات 2015 بمقر المركز وبمشاركة العديد من الشركات القطرية والخليجية أيضا. نتابع تفاصيل معرض كشتة مع نديبنا غانم العلي، كلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير. أصبح عليكم من سميسمة، تحديدا من مركز شباب سميسمة مشاهدينا، اللي تم افتتاح طبعا بالأمس معرض كشتة الرابع بحضور سعادة وزير الشباب والرياضة صلاح بن غانم العلي. عشان نتفصل أكثر مشاهدينا الكرام ونعرف معلومات أكثر عن هذا المعرض اللي يستمر أو اللي موجود طبعا في السنة الرابعة، راح نستضيف ضيفنا سلطان بن علي الكواري رئيس مركز شباب سميسمة، اللي طبعا ضيفي في هذه فقرة، وإن شاء الله نتوفق أن احنا نعطي صورة كاملة عن المعرض. صبحك الله بالخير في البداية أبو علي، ويا هلا ومرحبا فيك. صبحكم الله بنور، وشكرا لكم على حضوركم وعلى تغطية مميزة للمعرض. أي نعم أبو علي، في البداية مثل ما أنت شايف الحين المعرض اللي هني ومحتويات المعرض كلها تلبي الاسم، اسم المعرض اللي هو كشتة. نعم. فحاب أن تعطيني أنت فكرة عامة ونبذة عن معرض كشتة اللي يستمر عندكم هني لمدة 7 أيام على ما أعتقد. نعم، لله الحمد، مثل ما تعرف معرض كشت للسنة الرابعة على التوالي. المعرض متخصص في لوازم الرحلات بشكل عام، سواء كانت برية أو بحرية، يلبي كل احتياجات الرحال. أنا مثلا ناوي أروح رحلة أو أنا عندي ترخيص تخييم وكذا، أجي المعرض بلقى كل ما يحتوي التخييم بشكل عام، من خيام، من فرش، من حاجات تستخدمها في الأشياء هذه اللي يستخدمونها طبعاً في الطبخ، اللي هي الجولة. أي نعم، أي نعم، من فواري، من دلال، من كل شيء أنت يطلع على بالك، يعني تبيه نعم. للتخييم تلقاها موجود إن شاء الله بالمعرض. صحيح، يعني مثل هالأشياء أبو علي، يعني إيه؟ مثل ما أنت شايف. أي نعم، الأشياء كاملة والكامل الله، يعني تلبي احتياجات اللي ناوي طبعاً إيه؟ أنه يطلع كشتة، خصوصاً مثل ما تعرف الحين وقت العنن هذا. أي نعم، الترخيص بيبتدي من 1/11. صح، فاحنا ارتينا ان يكون المعرض قبل التخييم، فعساس نعطي الناس وقت كافي يجي ويختار على مهل. صح، اللي يحتاجه بشكل عام. نعم. طيب، يكون يعني عنده وقت يقدر يختار اللي يبي. فمثل ما قلت لك، يعني احنا لله الحمد، يعني للسنه الرابعه على التوالي، من نجاح الى نجاح ولله الحمد، وهذا ندل على شيء، دل على انه فعلا الدولة بشكل عام يعني تشجع على هذه المعارض المميزة، المعارض اللي تكون يعني متخصصة في أشياء معينة، الدولة ما تقصر تدعم الشباب. خاصة أنا كنت بسألك بعد عن دور الدولة في التشجيع، عن حضور الشخصيات اللي كانت موجودة أمس، فياريت يعني لو تعطينا فكرة عن الشخصيات اللي كانت موجودة أمس، خصوصا أن في عناصر مهمة صراحة كانت موجودة، يعني ومهتمين أيضا في المعرض. مثل ما تعرف، يعني أنا مثل ما قلت لك، الدولة مهتمة بالشباب، وخاصة صحيح. وزارة الشباب والرياضة. أينا. على رأسها سعادة وزير صلاح بن غانم العلي. أينا. اللي تفضل مشكور أمس وفتح المعرض، وهذا أندل على شيء، دل على أنه فعلا الوزارة والدولة بشكل عام تهتم بالشباب، وتهتم يعني كل مواضيع الشباب اللي تهم الشباب. صحيح. اللي تنمي الشباب بشتى الأشكال. نعم. فلله الحمد، يعني هذا شيء يشكرون عليه كوزارة. صحيح. الله يعطيهم العافية. نتمنى إن شاء الله هذا يدوم إن شاء الله. أي نعم، بسألك بعلي عن وجود وزارة البيئة هني، أنا أشوف أن لها مكان مخصص. نعم. فطبعا المعرض هني حق احتياجات طبعا الرحال واللي ناوي يروح الكشتة واللي ان شاء الله عندهم موسم التخييم، لكن وجود وزارة البيئة هني، خصوصا ان ما عندهم معرض للبيع، بالعكس معرض ارشادي يقدم معلومات. نعم. اي نعم، فيا ريت يعني انت لو تعطيني نبذة عن دورهم هني وتواجدهم في المعرض. نعم، وزارة البيئة هي المعنية بالتخييم بشكل عام. صحيح. هي اللي تصدر تراخيص. نعم. بالنسبة للتخييم، هي اللي منوطة بالأمن وسلامة الخيام. أينا. تعطيهم، احنا البرتش المالهم هذا خصصوا لهم
مثل ما تقول تعليمات كيف يتم التخييم. اي نعم صحيح. وبعد يعطونهم كتيبات نعم كلها على اساس ارشادات كامله. على اساس ان احنا بعد بوالي احنا بنخيم وبنستانس لكن منظر البيئه اكيد طبعا. هاي البيئه هي صحيح. في الاساس احنا اثنين ايه نعم. يشاركون على اساس يعني يكون من ضمن المعرض صح معرض تخييم ايه فانت نعم. لازم يكون البيئه لها دور في انها توعي الناس صحيح. بشكل عام يعني ايه نعم. التخييم بنتكلم نعم. عن الأشياء الموجودة دام نحن دخلنا في هالمكان نعم. الأشياء هذه اللي موجودة الحلو في المعرض هني أنه ما يلبي احتياجات البر بس لا لا طبعا صح؟ لا إيه نعم حق هل البحر وهل البر أهم شيء أنه حق الرحلات هذه نعم إحنا مثل ما قلت لك إحنا المعرض متخصص في الرحلات البرية أو بحرية كاملة إيه نعم على أساس يعني ما نقول والله لا والله خليته بس البر ونسيته البحر والله نسيته البحر صحيح إيه لا فعلى أساس يكون بشكل عام يعني كل شيء إيه نعم. موجود شو اللي يطلب الواحد لأن في بخبك بعضهم يخيم على البحر صح. بعضهم يخيم في البر إيه نعم. فالمعرض حاوي على كل حاجة سواء كنت بتخيم في البر أو في البحر إيه كلها نعم. موجودة كل ما يطلع على بالك يعني موجود. أنا كنت بسألك أبو علي عن الشناط اللي موجودة هني إيه؟ في الشناط هذه اللي تلاقي فيها كل شيء كل شيء إحنا نعم. بنمر عليها إيه؟ وبنرويها للمشاهدين فيها نعم. الجولة وفيها الدلة والغوري والفنايل والبيالات أيوة كل شيء مثل هذه الشنطة وبعدين أحجام إيه نعم. فيها كل ما يحتويه هذه نعم الرحال إيه نعم. يعني هذه بشكل يعني فيها غاز فيها إدلال وفيها إيه نعم. حق البهارات صحيح فنايل بيالات كل شيء يعني مثل شيء ما تشوف إيه. حتى الشولة هي إيه شولة جاهزة نفس الشيء إيه صحيح نعم. وبعدين ملمومه في شنطه صغيره تقدر تشيلها نعم. معاك اي حتى هاي بعد الغوري بس حلو. مغلف اي نعم اي نعم هذه المهمه هذه الشنط لان شنطه فيها فيها كل شيء يعني مثل ما انت شايف هني حتى الدله ومثل ما انا قلت لك الفنايل والبيالات هذه نفس الشيء موجوده حتى البيج حتى كلها صحيح يعني يحتاجها الرحال إيه؟ تلبي احتياجاته يعني إيه نعم. وحلو ان الحلو فيها عشان انها ملمومه ملمومه نعم مثل ما قلت تقدر تشيلها معاك السياره وتروح صحيح كل المحتاجات يعني شو كل شيء موجود صحيح مثل ما قلت لك المعرض كامل والكامل الله اكيد يعني صحيح اكيد كامل لكن إيه؟ احنا مثل ما قلت لك عرفت انه يكون المعرض شامل إيه نعم. ويكون كل احتياجات الرحال موجوده صحيح لا يقول والله ما لقيتها بالعكس يعني إيه كل حاجه موجوده إيه نعم. بس نتمنى الله يعطيكم العافيه والله يا ابو علي ما تقصر حاب توجه كلمه اخيره والله انا حاب انه يعني الناس تي تشوف ابداع الشباب القطري مثل ما قلت لك يعني هني كلها شباب قطري كل المحلات هاي اللي انت تشوفها كلها شباب قطريين حاولوا يبدعون وذي فاحنا حاولنا ان احنا نجمعهم في مكان واحد ولله إيه. الحمد فهذا يعني تشجيع للشباب القطري اتمنى من الجمهوريون يشوفون إيه. المعرض ومنها تشجيع الشباب ويشوفون ابداعات الشباب القطري انه فعلا يقدر يسوي إيه. يقدر يعني احنا المعرض حتى بعد الحلو الحين بعد انه في زيارات من المدرسه يعني زيارات مدرسيه اي نعم صحيح اي نعم الله يعطيكم العافيه هو المعرض بيستمر ان شاء الله لمده 7 ايام اي نعم بيستمر ان شاء الله من تاريخ 10/10 لغايه 17/10 ان شاء الله اي نعم ان شاء الله اي نعم عود فتره كافيه ان شاء الله 7 ايام ان الكل يحضر هنا في سميس من الساعه 9 صباحا الى الساعه 10 ليلا فاشوف الوقت كافي أيه يعني كل واحد يقدر ان شاء الله يجي ومش بعيد اسمه كلها قريبه يعني صح أنا صح السياره تقرب كل شيء أيه نعم الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك بعدي وما قصرت الله يسلمك شكرا لك الله يسلمك مشاهدينا هذا اللي موجود عندي من مركز شباب اسمه ان شاء الله المعرض مستمر لمده 7 ايام لين السبت القادم باذن الله من الساعه 9 الصبح لين الساعه 10 في الليل هذا اللي موجود عندي من مركز شباب اسمه خلونا ننتقل مره اخرى للخوات في الاستديو الكلمه عندكم كل شكرا لك شكرا غانم يعطيك العافيه شفتي المعرض يعني في جميع اللوازم حق البر يعني هاي موسمها ونرفعهم معنوياتنا العنان زين شوفي هاي موسم الواحد تو الواحد يحط عنان وفي ناس بعد ما حطوا عنان يعني انا انصحهم بزياره المعرض حلو عجبتني الدله ويا التشوله والفنايل والقلصات شيء افصل يعني نرجع لحوارنا مع ضيفاتنا استاذه منال اذا بنتكلم عن الدراسه اللي تقول انه علاج المريض يتكون 50% من الحالة النفسية صحيح فكلمنا عنها طبعا الحالة النفسية لأي شخص مصاب بأي مرض مزمن سواء سكري أو أمراض سرطانات يلعب دور كبير في علاج الحالة النفسية مدى تقبل الشخص أو المصاب للمرض هذا أو الشيء الدخيل عليه وكيفية التعايش معه لأن المرض الدخيل على الشخص يتطلب من الشخص مثلا
انه يستخدم ادويه معينه، يمشي على نظام غذائي معين، نظام رياضي معين، فيصير تغيير كلي في حياته اليوميه او الروتينيه، وهذا التغيير يحبي له نفس تقبله او انه سيكولوجيه معينه. طبعا مو بكل الناس، في ناس طبعا انولدوا على روتين حياه معين، فمو بسهل انهم يغيرون الشيء او يتقبلون الشيء. طبعا هني يلعب دور افراد الرعايه الصحيه في انه يعملوا له السبورت او البرامج اللي تساعده انه يتقبل هذا المرض بطريقه ايجابيه تسهم في علاجه، وكل ما كانت الحاله النفسيه مرتفعه وتقبل المرض راح يساهم هذا في علاجه، وخاصه عند مرضى السرطان، وهذا شيء مثبت علميا يعني. طيب من باب المساهمه دكتوره، بس على عجاله عندنا احنا حبيت تركزين على المؤتمر العالمي اللي ان شاء الله راح يصير اللي هو للطب والسلامه المروريه، الطب والسلامه المروريه شلون؟ سريعا. طبعا هو رقم 24، هو المؤتمر العالمي رقم 24، واول مره حدث في الشرق الاوسط. حلو. راح يكون هنا ان شاء الله في قطر. راح يدمج ما بين الطب والسلامه المروريه. كيف؟ طبعا فرع الطب في سلامه السائقين شيء ضروري. نعم. لان السائق عنده تقدمه طبعا انه يسوق لاول مره او بعد تجديده لرخصه القياده. لازم نتاكد من سلامته، وعيه، ادراكه، الذاكره، النظر، حتى حركيا. ممكن يعني نحضر هذا المؤتمر ولا؟ طبعا هو من بين 16 الى 18 نوفمبر ان شاء الله، فيها 40 متحدث عالمي. جميل. وكلها اوراق عمل عندنا، وصلتنا لحد الحين 132 ورقه عمل، وهو راح يكون في تركيز على الشباب من مدارس قطر انه يجون، وراح يكون في مصاحب لمعرض. جميل. وراح يكون في شيرتون، فحياكم الله ان شاء الله. نكون احنا اكيد يعني دعوتك هذه بعد وصلت لمشاهدينا ومستمعينا الكرام. يعطيكم العافيه. ان شاء الله حوارنا مطول، ان شاء الله في حلقات ثانيه. يعطيكم العافيه. كل شكر ضيفتنا الدكتوره وفاء اليزيدي ومنال المسلم. وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونون استمتعتوا معنا على مدار ساعه بمواضيع منوعه من برنامجكم الصباح ربع. طبعا مشاهدينا تواصلوا معنا على مواقعنا، امامكم موجوده اسفل الشاشه. نشوفكم باكر ان شاء الله في يوم جديد من الصباح رباح. مع السلامه. We'll be right back.